بتاعهم الكبد ممكن امراض تنفسيه. اسباب السمنه لها عده اسباب، اولا ممكن تكون اسباب وراثيه واسباب فسيولوجيه، او ممكن تكون لاسباب اضطرابات هرمونيه داخل الجسم، او ممكن انه تكون سبب نوع من الدواء يعني مثلا فارماكولوجيه مرض معين فتحدث السمنه، او نتيجه العادات الصحيه السيئه يعني كميه الغذاء تكون كثيره والنشاط البدني يكون قليل، فبالتالي راح يزيد الوزن وتحدث عندنا السمنه بدانا يعني. فالاهتمام بنوعيه الغذاء وكميه الغذاء، يعني العادات ايضا السيئه لهم نوعيه الغذاء مثل اكلات الفاست فود، اكلات الوجبات السريعه، الاكلات الدسمه، المشروبات الغازيه، اخذ كميات كبيره من الحلويات والمعجنات يعني سعراتها عاليه. يعني انه معالجه السمنه يتم عن طريق اولا زياره الطبيب، معرفه شنو اسباب السمنه، تقييم تحديد الحاله شنو هي. ثانيا اتباع نظام غذائي صحي متوازن بين كميه الغذاء ونوعيه الغذاء المأخوذ، وايضا ممارسه النشاطات البدنيه، ممارسه الرياضه، اتخاذها كجزء عاده يوميه بالفرد على مود تكون بعد ذلك اسلوب حياه، ضمان حاضر صحي ومستقبل امن لكم. بالنسبه للطلبه وكاساتذه الرياضه موجودين